وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا تسيطر حاليا على حوالي 20% من أراضي أوكرانيا. وفي كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ، أكد الرئيس الأوكراني على أن الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم ضد الجيش الروسي بأكمله، مشيرا إلى أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في العملية العسكرية. كما أوضح زيلنسكي أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من 1000 كيلومتر. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف عدم وجود اتصالات بين موسكو وواشنطن حاليا. وقال بيسكوف إن جميع الاتصالات بين البلدين معلقة تقريبا، مشيرا إلى أن العلاقات حاليا عند أدنى مستوياتها. من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بلاده عبرت بوضوح عن مطالبها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المطالب معروفة جيدا لكييف، ومضيفا أن السلطات الأوكرانية ترفض التفاوض بسبب الضغوط الغربية. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه لا جدوى من مناقشة وعود الرئيس الأوكراني بعدم استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية. وقالت زاخاروفا إن روسيا طالبت بضمانات أمنية مكتوبة، لكن الغرب رفض ذلك. يأتي هذا التصريح عقب تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كول بأن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل 4 أنظمة صواريخ إطلاق من طراز هاي مارس القادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومتر. وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده حصلت على وعود من السلطات الأوكرانية بعدم استخدامها لضرب أهداف في روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال إن هذه الحزمة تشمل راجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات بالإضافة إلى مروحيات. حزمة من المساعدات الجديدة أعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها لأوكرانيا في إطار دعم واشنطن العسكري لكييف. وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أعلنت أن حزمة المساعدات العسكرية التي سترسلها إلى كييف تشمل 4 راجمات صواريخ من طراز هيمرس و1000 صاروخ مضاد للدبابات من طراز جافلين و4 مروحيات من طراز مي 17. ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن القوات الأوكرانية بحاجة إلى نحو 3 أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمرس، وهي راجمات تركب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة. وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة. وأوضحت الوزارة أن راجمات هيمرس التي تطلق الواحدة منها في كل مرة 6 صواريخ يصل مدى الواحد منها إلى 70 كيلومترا، أي ضعف مدى قذائف مدافع هاوتزر الأمريكية التي دخلت بالفعل ميدان القتال. كما أكد البنتاغون أن أوكرانيا ستتسلم أيضا 5 رادارات مضادة للمدفعية ورادارين لمراقبة الجوية و6000 سلاح آخر مضاد للدروع و15000 قذيفة مدفعية و15 مركبة تكتيكية. بهذه الحزمة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إلى 4.6 مليارات دولار. أعلنت سلوفاكيا عزمها تسليم أوكرانيا مدافع من طراز زوزانا 2 ذاتية الدفع، وذلك في إطار الدعم العسكري المقدم لكييف. وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف نار إن بلاده ستسلم المدافع بموجب عقد تجاري وقع بين الطرفين. وتعد المدافع طراز زوزانا 2 نسخة مطورة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، ويصل مداه إلى أكثر من 50 كيلومتر. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا سيطرت على معظم مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية الأوكرانية. وأضافت أن أوكرانيا لا تزال على الأرجح تسيطر على خط النهر في مواقع العبور بين سيفيرودونيتسك وبلدة ليسيتشانغ المجاورة ومدينة ليمان. وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية تدمرت الجسور القائمة في كل من الموقعين.
وفيما يأتي أبرز التطورات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. تلك العملية التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاقها للدفاع عن جمهوريتي لوهانسك ودونسك الانفصاليتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. إلى ذلك، طلب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأمم المتحدة بالتنسيق مع روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية. وحث بوريل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان الأمم المتحدة على فتح الموانئ الأوكرانية بالتواصل مع روسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت تصدر 5 ملايين طن قمح في الشهر الواحد، وفي مايو الماضي صدرت 600 ألف طن فقط.